اهلا وسهلا بحضراتكم. انا مع ضيفي العزيز وصديقي ما التقيتوش من يوم ما قابلته في الولايات المتحده الامريكيه من سنوات قريبه، لكن انا بستمتع بدماغه جدا وبعقله وبموضوعيته وبحاجات كتير. عشان كده انا اخترت الركن ده نقعد فيه بعيدا عن الترابيزه والحوار الرسمي، وحضراتكم هتشاركونا الحوار بعد شويه بعد ما اسمعوا بس وتسمعوا معايا. هفتح التليفونات تشاركونا الحوار، من لديه اسئله يمكن ان نشترك معنا معا في سماع عمرو حمزاوي. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا خالد؟ ازيك انت عامل ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. منورنا. ربنا يخليك. عمرو، انا حريص ما اعرفش ليه عند هذا التصور، يعني قراءتك يوم 12 فبراير لما حدث او وانت في قلب ما حدث، ولازم اذكر تاني اللي الناس عندها لابسه طول الوقت، تقييم مظاهره غير تقييم ثوره. طبعا. يعني 25 يناير كانت مظاهره ثم اصبحت ثوره، فمفهوم التعامل مع المظاهرة أو النظر إليها غير مفهوم التعامل مع الثورة، والثورة مرت بمراحل عديدة جدا. صحيح. وبعد انتهاء الجزء الكبير من الثورة بإسقاط النظام حصلت تغيرات في مصر على الأرض كثيرة، حتى أن البعض رأى أن الثورة أخرجت أفضل ما في المصريين، ولكن بعد الثورة هناك مظاهر سيئة ليس لها علاقة حقيقية بالجمال اللي كان في هذه الثورة، فعايز اسمع منك. هي المظاهر السيئة يا خيري اللي انت بتشير لها، وخلينا نتكلم بصورة واضحة، هي مرتبطة باحتجاجات فئوية. تمام. مرتبطة بحالة من الانفلات الامني طبعا كلنا بنعاني منها، مرتبطة وربما ده كان الاهم لانه بيأثر علينا كلنا دولة ومجتمع ومواطنين، بحالة اقتصادية أصبحت سيئة جدا لأن الدورة الاقتصادية متعطلة، الدورة الاقتصادية متعطلة، وبالتالي كل ما يرتبط بالدورة الاقتصادية من مصالح ومن حياة يومية ومن ميزانية للدولة ومن قدرة لمؤسسات الدولة على أن تفي بالمطلوب منها، دفع مرتبات الموظفين والعمال في نهاية الشهر الحالي أصبحت موجودة، هناك معاناة أيضا في القطاع الخاص، هناك معاناة كبيرة للغاية عند من يعمل بصورة يومية، فأنت أمام ثلاث مجموعات. أنا سأعيد الصياغة لأقول ليس ظواهر سيئة ولكن تطورات بتقلق وتطورات سلبية، خاصة إن استمرت فترة أطول من ذلك. طب إذا هتسمح لي أضيف على الثلاثة؟ يعني أضيف لك بعض الملامح الأخرى، وهي فكرة تقسيم المجتمع، ان بقى في ناس انت قديم انت مع فكره التخلص من كل ما له علاقه بالنظام، في حين ان الشعب كله كان نظام. يعني لو قعدنا نحسبها من ايام الثوره الان الشعب المصري كله كان جزء من النظام وشارك في افساد النظام. الحاجه الثانيه، لغه الحوار في فكره الرفض بقت لغه عنيفه بتصل الى حد التشابك او الطرد او التشفي، دي اشياء كانت غريبه شويه. صح. هو في خلينا نقول ان في صورة كبيرة وفي صورة صغيرة او في صور صغيرة. الصورة الكبيرة هو ان اللي حصل بين 25 يناير و 11 فبراير هو ثورة عظيمة للمصريين. دي الصورة الكبيرة. نعم. صورة ثورة ديمقراطية رفعت مطلبية ما فرقتش لا بين مصرية ومصري ولا بين مصري مسلم ومصرية قبطية. مطلبية عامة للجميع، وكان جوهرها وده الشعار العظيم لثورة 25 يناير التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، بمعنى ان احنا بنسعى في مصر ان احنا نصنع دولة جديدة، نصنع مجتمع جديد، وجوهر الصناعة الجديدة هو الديمقراطية، هو العدالة الاجتماعية، هو المساواة الكاملة بين كل المواطنين، وبيرتبط بده مدنية الحياة السياسية وان الانتماء الديني لا يؤثر وما الى ذلك. طيب، داخل الصورة الكبيرة صورة كبيرة أخرى من 11 فبراير إلى الآن، وهي صورة حالة سيولة كلنا بنشعر بها، حالة سيولة سياسية وحالة سيولة مجتمعية. حالة السيولة السياسية إن إحنا في مرحلة انتقالية هتطول، لأن صناعة الديمقراطية ما هياش مسألة تخلص خلال كام شهر، لا، هتخلص خلال عدد من السنوات طبعا. وأنا بقول لو حظنا كويس ولو إحنا اجتهدنا وتكاتفنا وتماسكنا ممكن بعد خمس سنوات نقول ان احنا انتقلنا ديمقراطيا، وممكن تطول عن خمس سنوات. والكلام ده ملوش علاقه بس بمصر، هو في كل دول الدنيا حصل كده، وفي دول عشان اكون صريح، وده بقى مش كلام الثوره المضاده، لا، صعب جدا ان انت تخرج من نظام سلطوي وتصنع ديمقراطيه. في كتير من الدول اخفقت، الاخطار ما هياش اخطار مجموعات بتتامر في الضلمه او في النور، لا، اخطار بنيويه. النظام السلطوي بيصنع
حقيقته، بيصنع حياته، بيصنع حيواته، بيصنع زي ما انت قلت قطاع واسع من المواطنين المستفيدين منه العايشين عليه. وصعب جدا انك انت ويصنع مؤسسات ضعيفة ومؤسسات بتشتغل بصور ما فيهاش لا نزاهة ولا شفافية. صحيح. كل الكلام ده موجود، فصناعة طويل. فالصورة الأكبر الثانية هي حالة من السيولة السياسية، لازم كلنا نتعود ان احنا نتعامل معاها بشيء من الهدوء ومن العقلانية. الهدوء هو ان احنا نبتدي نلتفت للمطالب العامة واجراءات تحقيقها واليات تحقيقها، ولما الاقي بدايات جيدة ما عودش اقول ان انا لا انا لسه مش واخد كل حاجة وانا قاعد في الشارع لغاية ما كل حاجة تيجي. واعتقد وعي المواطنين المصريين بصورة جمعية كان وعي ممتاز. حكومة الدكتور عصام شرف وهي حكومة شرعية ثورة 25 يناير أنهت في واقع الأمر المطلبية الاحتجاجية في ميدان التحرير، انفك الاعتصام، المظاهرات انتهت وما ذلك. طيب، فاحنا أمام بدايات، هنتكلم كمان عن بدايات دي كمان شوية. طيب، في حالة سيولة مجتمعية، وحالة سيولة مجتمعية فيها شيء اعتيادي وطبيعي ومتوقع في حالات مشابهة اللي احنا بنمر بيها، وفيها شيء غير مرغوب وخطير ولازم نتعامل معاه بمسؤولية، وهنا كمان مسؤولية وعقلانية. الطبيعي خيري هو ان المجتمعات السلطوية بعد ما عانت من او المجتمع اللي عانى من سلطوية فترة طويلة لما تنفتح الامور شوية انك تلاقي احتجاجات فئوية ومطالب فئوية واضرابات هنا واعتصامات هنا بتتكاثر وبتطلع بسرعة، ولكن وكل فئة عايزة تطرد رئيسها وتطرد الجامعة. لا 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 ده حاجة ده جزء لا من المطالبة. بس صح، أنا هاجل دي. لكن المطالبة بالذات لما تكون مطالبة ليها علاقة بأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة والناس عانت منها فترة طويلة هي شيء متوقع. طيب، وعشان كده في العلوم السياسية بنقول إن في تمن للتحول الديمقراطي بيدفع اقتصاديا واجتماعيا، لأن ده بالظبط بيحصل. سبل التعامل العقلاني معاه أنا أعتقد عشان أختصرها هما حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنت تقول إن في آليات للتفاوض، اللي بيرفع مطالب يرفعها بصورة لا تعوق العمل، يعني يعتصم بصورة محددة وبصورة مؤقتة وجزئية لا يعوق العمل لا في المصانع ولا في المصالح ولا المؤسسات ولا البنوك ولا غيره، ويبدأ في آليات تفاوض مع المسؤول عن معالجة المظالم اللي بيشتكي منها. لو في أجور غير متوازنة تتعالج بآليات تفاوض. والمسألة الثانية ان يكون في ايضا عقلانية في توقع ما الذي يمكن ان يقدم للمحتاجين وفي اي توقيت. يعني لو انت بتطلب ان الاجور تتضاعف، هل الحكومة تملك القدرة انها تضاعف الاجور في كل القطاعات؟ لا، لا تملك. هل القطاع الخاص يملك؟ طبعا لا لا لا, لا يملك. فاذا لابد من شيء من الواقعية في سقف التوقعات. انا رأيي لو بدأنا في اليات تفاوض ويبقى الاضرابات والاعتصامات ظاهره منظمه زي ما بتحصل في دول تانية كتير، ان يعتصم ناس ساعتين في الاسبوع، يعتصموا 4 ساعات في الاسبوع بيطالبوا بشيء معين، ده جيد وده المساله التانية بقى هو، فهنا ده حاله السيوله المجتمعيه ده جواه. كمان حاله السيوله المجتمعيه وده اللي احنا بنشوفه بين المصريين الاقباط والمصريات الاقباط، مطالبه بعد مظالم طويلة تراكمت خلال العقود المدية وما تحلتش، واحنا عارفين انها ما تحلتش، وهنا لابد من تعامل جريء ومتضامن وحقيقي معاهم من غير تسويف، من غير كلام احتفالي، نقول لهم القضايا دي هي قضاياكم وقضايانا، وفي أرضية مواطنة حقوق متساوية لابد انها تتنفذ بصور محددة، يعاقب من تسبب في أعمال العنف، يتم إعادة كما أشرنا إعادة المهجرين، بناء الكنيسة، تتحل الأمور المتعلقة بقانون بناء الكنائس وما إلى ذلك. طيب، بجانب ده، فإذا حالة سيولة سياسية، حالة سيولة مجتمعية بها عدد من التفاصيل، وبعدين في الظواهر الصغيرة اللي هي أصبحت تتحول لظواهر ضاغطة علينا كلنا في مصر. الانفلات الأمني، لما أبقى وأنا جاي لك في السكة سامع أن على الطريق الدائري مجموعة من البلطجية اللي هي بتروع الناس، وبعدين أسمع لا دول هم مش بلطجية، لا دول يمكن عدد من المتظاهرين الأقباط اللي بيقطعوا الطريق، لأن بيعبروا عن احتجاجهم بطريقة لا هنا ده مش تعبير عن احتجاج، ده مش تعبير عن احتجاج بصورة سلمية، لأن التعبير عن احتجاج لازم يكون بصورة سلبية وبصورة معوقة وبتخلق عدم ثقة غير مطلوب، وبتخلق حالة من الخوف من قطاعات واسعة من المجتمع بتخليها تنقلب على الشيء الجميل اللي اتحقق بين 25 يناير و11 فبراير. لأن في نهاية الأمر أنت عايز ترجع بيتك وأنت عارف إن في أمن وأمان، إن أسرتك بخير، إن أنت عارف تروح بيتك وتروح. بدأت الناس تقول لك فساد مع أمان أحسن من بالظبط. فدي مسألة مع أخوك يعني. لا، ودي مسؤوليتنا كلنا إن إحنا نقول لا، الديمقراطية ده شيء جيد، صناعة الديمقراطية صعبة بس في ظواهر لابد إن إحنا نتعامل معاها بمسؤولية. فمفيش داعي إن إحنا
نتعامل بتهاون مع الانفلات الامني، لا لازم التعامل معاه بحسم، والمسؤوليه مش مسؤوليه الدوله بس ولا الجهاز الامني بس، لا مسؤوليه المواطن والمجتمع المدني كمان. تمام. في ظاهره صغيره ثانيه ايضا لابد من الالتفات ليها، لانها لو استمرت فتره طويله هتتحول لظاهره ضغط علينا جميعا. لو مسارات العمل اليومي والكسب اليومي والدورة الاقتصادية استمرت في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي ما فيش حاجة بتشتغل، هتبقى كارثة، وتبقى كارثة عامة، وتبقى كارثة شخصية. انت لما بتركب مع اي واحد يعني رزقه من عمل يومي، لا المعاناة اصبحت شيء فوق طبعا قدرته على التحمل والقبول. المسألة الثالثة اللي احنا كمان لازم نفكر فيها وازاي نتعامل معاها، هي مسؤوليتنا احنا كمواطنين ايه في لحظات البناء. يعني احنا انجزنا ثورة من 25 يناير ل 11 فبراير، كل الشعب، ما كانوش الشباب بدأوا وبعدين كل الشعب انضم، لان في ملايين المصريين من 10 12 مليون كانوا في الشوارع وبصورة منتظمة وحققوا الثورة الجميلة دي. مسؤولية المواطن المتظاهر والمعتصم بتتغير لما ابدأ في مرحلة انتقال ديمقراطي. مسؤوليتك هي مسؤولية البناء، فانت والبناء بكل مستوياته، في بناء اقتصادي واجتماعي لازم نعيد له التماسك، في بناء سياسي لازم تكون عنا على اجراءات وتفاصيل المرحله الانتقاليه ونقول احنا ماشيين في مسار صح ولا في مسار تاني افضل، في اجراء، في التفات من المواطن للبناء على مستوى فعاليه المجتمع المدني. قضايا زي قضايا اللي بيحصل بعد اطفيح يتعامل معاها بصوره اقوى واقدر واسرع، يبقى جاهز بسرعه زي ما خرجنا كلنا بالالاف ومئات الالاف والملايين، لا تخرج مجموعه بكره تروح اطفيح وتعبر عن التضامن دوت بصوره جميله. فهي هو الغريب ان احنا ما نعرفش الحاله دي قبل كده، عمرها ما مرت علينا طبعا، وبالتالي احنا بنتعلم كلها خطواتنا. ما فيش حد بيعمل ثوره كل سنتين بالظبط. برافو. والثوره عشان مش بس انها ثورة، لا هي ثورة مواطنين ديمقراطية. احنا الثورة بتاعتنا ثورة سلمية، ثورة بيضاء ما تورطتش في اعمال عنف، ثورة سلمية من اللحظة الاولى الى النهاية. الثورة الديمقراطية عشان تنقل المجتمع بصورة امنة وحقيقية لازم انها تبعد عن مسألتين، تبعد عن ثقافة الانتقام والقصاص لان ده ما بيبنيش مجتمعات. انا مش ممكن اوجه كل طاقتي اللي انا ابص لورا واقول فلان عمل والمؤسسة دي عملت والراجل ده سوى بتاع، دي طاقة هدم. شيء منها مشروع ورمزي ومهم لان الثورات بتعمل دايما عملية تطهير، جيد، لكن في حدود، في حدود، لان انت عندك ثقافة انتقام وقصاص لو عممتها على المجتمع هتشوف اللي احنا فيه، ان يتحول كل صاحب عمل راجل اعمال او سيد اعمال الى فاسد محتمل او ربما فاسد او فاسدة بالفعل في القراءة العامة، او يتحول كل واحد شارك في مؤسسة دولة او مؤسسة عامة الى متواطئ وخائن وينبغي التخلص منه. لا، في شيء من التوازن لازم يكون موجود. انت ما ينفعش ان انت تنقل وتبني الجديد بهدم كل القديم ايضا بصوره شخصنه الامر، ان كل من شارك في القديم كان مسؤول، ان قطاع واسع جدا زي ما انت قلت من المصريين شاركوا، مش ممكن يلغى ومش من المصلحه ان هو يلغى، فصعب اقصاءه، مستحيل تبني مجتمع. مش معقوله تتكلم باسم ديمقراطيه وانت بتقصي الاخر طبعا، ولا معقوله تتكلم باسم ديمقراطيه وانت بتحتكر الراي، ما بتديش فرصه للراي التاني ان هو يتعبر عنه. ده لا علاقه بالديمقراطيه. ده حصل بالفعل واصبح شوية. لك خوف لا اخفيك،